السلام الله عليكم، معكم رضا من كورة فاس. إذا لم يعد يفصلنا إلا يوم واحد على انطلاق البطولة المغربية اللي من المفترض هذا الموسم تعرف مستويات كبيرة، نظرا لتواجد العديد من المدربين اللي عندهم ثقل وخبرة وتجربة، وأيضا نظرا للميركاتو الصيفي القوي اللي داروه العديد من الأندية. من المفترض على أن المستويات تكون متقاربة، وأيضا المنافسة على اللقب يمكن تكون بين 5 ولا 6 ديال الأندية، وهذه المسألة من مصلحة الجمهور باش نتمتعوا بمستوى اللقاءات. نظرا للطلبات الكثيرة اللي وصلتني غنبداو سلسلة الحلقات ديال التوقعات. شنو هي الحلقات ديال التوقعات؟ يعني اللي ما متبعناش من الموسم السابق، كل جولة يعني ديال البطولة قبل ما تبدا هذه الجولة كندير حلقة وكنتحدث فيها باختصار على جميع اللقاءات، يعني دقيقة ولا جوج دقائق على كل لقاء، وفي الأخير تنعطي توقع لنتائج اللقاءات انطلاقا من وجهة نظري الشخصية. يعني توقعات تتبقى على الورق، ولكن المعقول كيبقى داخل أرضية الملعب. كنتمنى شخصيا على أنكم ما تقلقوش من التوقعات ديالي، وأهم الرأي ديالي نبغي نعرف الآراء ديالكم، خليوا لي الآراء ديالكم وأيضا التوقع ديالكم فيما يخص نتائج اللقاءات. باش نكملوا في الحلقة أو في سلسلة ديال حلقات التوقعات، نبغيكم توصلوا هذه الحلقة لأكبر عدد ممكن من اللايكات باش نكملوا في التغطية ديالنا. اللي ما اشتركش في القناة ديالنا هذا هو الوقت باش تشترك، فعل جرس التنبيهات باش دائما يوصلك الجديد اول باول. طبعا الا كان كيعجبكم المحتوى اللي كنقدموه، وعندنا صفحه على الفيسبوك والانستغرام اللي باغي يشارك فيهم، غادي نخلي لكم اللينك ديالهم في اول تعليق. ندخلوا في التفاصيل. اول لقاء غنتحدث عليه في حلقه اليوم الذي سيجمع بين النهضه البركانيه اللي غيستقبل حسنيه اكادير، لقاء قوي من الصعب التكهن بالنتيجه ديالو. نهضه بركان الموسم السابق خدات ثنائيه كاس الكونفدراليه وكذلك كاس العرش، وكينتظروا الشهر المقبل 10 سبتمبر السوبر الافريقي ضد الوداد الرياضي. نهضه بركان دار العديد من التعاقدات، وابرزها اللاعب البحيري قادما من مولوديه وجده وكذلك المهاجم اديبايور. التعاقد مع المدرب الجزائري بن شيخه اللي درب الموسم السابق الدفاع الحسني الجديدي، أكيد على أن الجماهير البركانية تنتظر الشيء الكثير من الفريق هذا الموسم، ولما لا ينافس على لقب البطولة المغربية. على الجانب الآخر، حسنية أكادير دار تعاقدات أيضا من العيار الثقيل، أبرزها تعاقد مع مدرب عالمي باكيتا مدرب برازيلي سبق له درب العديد من الأندية وأيضا العديد من المنتخبات، وعنده صراحة إنجازات في الكارير دياله، نزيد عليها العديد من اللاعبين. من الواضح لأن حسنية أكادير هذا الموسم باغي يظهر بوجه مغاير وباغي ينافس على المراكز الأولى، والجماهير أيضا ديال حسنية أكادير تنتظر الشيء الكثير من الفريق. فيما يخص توقع نتيجة اللقاء، تنظر على أن هذا اللقاء سينتهي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. الفتح الرباطي سيستقبل الوداد البيضاوي في قمة لقاءات الجولة الأولى من البطولة، ودائما اللقاءات بين الفتح والوداد كتكون لقاءات قوية ومن الصعب التكهن بالنتيجة ديالها، وخير دليل على ما أقول الموسم السابق الفتح ربح الوداد ذهابا وايابا، وهادشي اللي غادي يخلي اللقاء المقبل بطابع ثاني. الفتح مقارنه مع الموسم السابق عرف العديد من التغييرات، يعني جمال السلامي مكمل مع الفريق ولكن العديد من اللاعبين الركائز خرجوا، كنتحدث على منتصر الحتيمي المهدي المبارك وكذلك الهجوج، هاد اللاعبين كانوا كيشكلوا قطعه اساسيه في تشكيله الفتح الرباطي. الفتح تعاقد مع العديد من اللاعبين الشباب وتنظن غيكون عنده واحد التحدي كبير هذا الموسم. الوداد الرياضي تحت اشراف المدرب عموته ايضا العديد من اللاعبين الركائز خرجوا، وابرزهم اشرف داري اللي مشى لبريست الفرنسي، وايضا امبينزا هداف الفريق الموسم السابق. في مقابل ذلك الوداد تعاقد ايضا مع العديد من اللاعبين، يعني وابرزهم المدافع الجزائري بوبكر، المترجي بوهرا من شباب المحمديه، احداد اللاعب السابق ديال الرجاء، وايضا المهاجم السنغالي سامبو، نزيدوا عليهم لاعبين اخرين. كيف ما قلت لقاء غيكون قوي، الفريقين بجوج غيبغيو يبداو البطوله بنتيجه ايجابيه. من وجهه نظري الشخصيه تنتوقع على ان الفريق الاقرب لتحقيق الانتصار الوداد، والنتيجه غتكون 2-1 لصالح الوداد البيضاوي. مولوديه وجده سيستقبل الجيش الملكي في لقاء قوي. مولودية وجدة الموسم السابق كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة القسم الوطني الأول وعانى الأمرين. الجيش الملكي اللي احتل المركز الثالث الموسم السابق، فريقين إلى بغينا نهضروا على الميركاتو ديالهم، مولودية وجدة فرط في العديد من اللاعبين الركائز أبرزهم اللاعب دياكيتي وكذلك البحيري،
وتعاقد مع العديد من الصفقات. وصراحة الفريق هذا الصيف عرف العديد من المشاكل وغيكون عنده تحدي كبير باش يحافظ على المكانة ديالو في الكأس الوطني الأول. الجيش الملكي اللي دار صراحة تعاقدات من العيار الثقيل، يعني العربي الناجي اللي جا من النهضة البركانية، جاب اللاعب حمودان من اتحاد طنجة، جدد العقد ديال النفاتي، نزيدوا عليهم لاعبين آخرين. والجيش الملكي صراحة هذا الموسم ما عندوش عطر. تعاقد مع المدرب داسوزا، يعني هذه هي المسألة اللي كتثير مخاوف الجماهير العسكرية، بحكم أن هذا المدرب ما عندوش خبرة وما عندوش تجربة، ولكن كيف ما قلت من قبل الميدان هو اللي غيحكم. الجولات الأولى هي اللي غتبين لنا واش هذا المدرب عنده خبرة وتجربة كافية باش يمشي مع الجيش الملكي لأبعد نقطة. لقاء غيكون صعب على الفريقين، ولكن من وجهة نظري الشخصية أرى على أن الجيش الملكي هو الأقرب لتحقيق الانتصار. توقعي نتيجة اللقاء هدف لصفر للجيش الملكي. الدفاع الحسني الجديدي سيستقبل الوافد الجديد على القسم الوطني الأول اتحاد توارقة. لقاء من المفترض على أنه يكون متكافئ بين الفريقين. اتحاد توارقة غادي يبغي يبين الأحقية ديالو باش يكون ضمن فرق الصفوة. دار تعاقدات في المستوى، وأيضا النتائج ديالو في اللقاءات التحضيرية كانت نتائج طيبة، وأبرزها انتصار على الجيش الملكي. الدفاع الحسني الجديدي صراحة الميركاتو ديالو كان شوية متوسط، فرط في العديد من اللاعبين الركائز أبرزهم اللاعب حدراف عبد الفتاح. حدراف الوضعية ديالو غير واضحة، يعني ما لعبش العديد من اللقاءات الودية بحكم على أنه جاوه العديد من العروض. مأمورية الدفاع الحسني الجديدي غتكون صعبة هذا الموسم رفقة المدرب التونسي لسعد الشابي. توقعي نتيجة اللقاء التعادل السلبي صفر لمثله. اتحاد طنجة سيستقبل شباب الرياضي السوانم في لقاء من وجهة نظري الشخصية غيكون متكافئ بين الفريقين. اتحاد طنجة بقيادة المدرب الكف بدو الزكي، وكنستغل هذه الفرصة باش نعزي بدو الزكي في وفاة الزوجة ديالو. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها والله يصبره هو والأهل ديالو. الفريقين الموسم السابق الوضعية ديالهم كانت شوية متذبذبة. اتحاد طنجة كان قريب نوعا ما من منطقة الخطر، وشباب الرياضي السوالم اللي بدا البطولة بطريقة جيدة وحقق العديد من الانتصارات وكان يعني في الجولات الأولى يعني في المراكز الأولى، ولكن مع توالي اللقاءات النتائج تراجعت كثيرا. الفريقين بجوج داروا العديد من الصفقات وغيبغيو يبداو البطولة بطريقة جيدة. من وجهة نظري الشخصية تنتوقع على أن هذا اللقاء سينتهي بهدف لصفر لصالح اتحاد طنجة. المغرب الفاسي سيستقبل الوافد الجديد على القسم الوطني الأول المغرب التطواني في لقاء من المفترض على أنه يكون قوي بين الفريقين. المغرب الفاسي اللي ظهر مستوى جيد في الموسم السابق واحتل المركز الرابع في البطولة، دار تعاقدات قوية في الميركاتو الصيفي وأبرزها الحارس المحمدي وأيضا المهاجم الجزائري درفلو، نزيدوا عليهم لاعبين آخرين. جماهير الفاسية تنتظر الشيء الكثير من الفريق. على الجانب الآخر المغرب التطواني غيبغي يبين الأحقية ديالو باش يكون ضمن الفرق ديال القسم الوطني الأول بقيادة المدرب جريندو. فريق أيضا دار العديد من التعاقدات القوية، والنتائج ديالو في اللقاءات التحضيرية كانت نتائج طيبة. الفريقين بجوج كيقدموا كرة قدم هجومية، كرة قدم عصرية، نتمنوا على أنه يقدموا لنا مستوى كبير. فيما يخص توقعي نتيجة اللقاء انتصار المغرب الفاسي بهدفين لهدف واحد. أولمبيك ريغا سيستقبل شباب المحمدية في لقاء تنظن من وجهة نظري الشخصية غيكون متكافئ بين الفريقين. شباب المحمدية اللي فرط في العديد من اللاعبين الركائز هذا الموسم، اللاعب المترجي اللي مشى للوداد، المدافع زولا، بوهرة، نزيدوا عليهم لاعبين آخر. ونفس الشيء ينطبق على أولمبيك خريبكا، ولكن الفريقين داروا تعزيزات مهمة. لقاء من المفترض على أنه يكون قوي بين الفريقين. توقع نتيجة اللقاء انتصار أولمبيك خريبكا 3-1. الرجاء الرياضي سيستقبل أولمبيك عسفي في لقاء قوي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. الرجاء في الموسم السابق احتل وصافة البطولة، وهذا الموسم غير الجلد ديالو بنسبة تقارب 80% تحت إشراف المدرب التونسي البنزرتي، مدرب معروف بالشخصية ديالو بالكاريزما لا يكل ولا يمل في بنك الاحتياط، عمرك ما تشوفو جالس. للرجاء داروا العديد من التعاقدات القوية، أبرزها اللاعب السابق ديال نهضة بركان بالمقدم، بنتايك، عبد الحي فورسي، عبد الرؤوف منغيت، بوزوق، أكسل ماي، يعني نزيدوا عليهم صفقات أخرى. والجماهير الرجاوية تنتظر الشيء الكثير من الفارق. أولمبيك أسفي أيضا في نهاية الموسم السابق بعدما كان قريب من منطقة الخطر تعاقد مع المدرب المصري طارق مصطفى، ومنذ مجيء هذا المدرب النتائج انقلبت رأسا على عقب.
العديد من النتائج الإيجابية وأبرزها انتصار بالدار البيضاء على فريق الرجاء الرياضي، وهذا الشيء اللي غيخلي اللقاء القادم بين الفريقين بالطابع تاريخي. أكيد على أن الرجاء الرياضي ما غاديش يبغي يفوت أول فرصة باش يحقق أول انتصار له في البطولة، ويبعث واحد الرسالة للجماهير الرجاوية على أن المستوى ديالو غيكون مختلف هذا الموسم، وأولمبيك أسفي غيبغي أيضا يحقق المفاجأة. ما خصناش ننساو أيضا الدور الكبير اللي قام به الرئيس البدراوي لحل العديد من المشاكل وتعاقد مع العديد من الصفقات القوية. الآن جاء الدور على اللاعبين باش يبينوا الأحقية ديالهم باش يحملوا قميص الرجاء وأيضا القميص ديال أولمبيك أسفي. فيما يخص توقع نتيجة اللقاء، انتصار الرجاء الرياضي بهدفين لصفر. كان هذا كل ما يخص حلقة ديال اليوم، حلقة ديال التوقعات. نتمنى على أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم. خليوا لي الآراء ديالكم في التعليقات ونتناقشوا كما هو العادة بشكل ودي. إذا عجبتكم الحلقة دعمونا بلايك واشتركوا في القناة باش دائما يوصلكم جديد أول بأول. كان معكم رضا من قناة كرة فان. السلام عليكم.